موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات النظام ستفتح مركزا لتسوية أوضاع الشبان المنشقين عن الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام في مبنى المجلس البلدي في بلدة المزيري بريف درعا الغربي صباح يوم غد الأربعاء بحسب تجمع أحرار حوران. لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تعلن أن الوضع في سوريا غير مناسب من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين. الطائرات الروسية تستهدف بالصواريخ الفراغية محيط مدينة دار تعزة غربي حلب، وقوات النظام تستهدف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ قريتي القاهرة والمنصورة غربي حماة. ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولتها من النفط على السواحل السورية بهدف نقلها برا إلى لبنان بسبب العقوبات المفروضة. عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا نبوغ العوة التابع للنظام يؤكد أن المستشفيات في مناطق سيطرة النظام تسجل ارتفاعا قياسيا للمصابين بمتحور دلتا، مشيرا إلى أن الشباب هم أكثر الفئات المصابة بالموجة الجديدة. مقتل سيدة عراقية برصاص مجهولين في القسم السادس من مخيم الهول شرق الحسكة بحسب ما ذكرت شبكة الخابور المحلية.